بهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا في استديو مركز الأخبار سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى. نرحب بك سعادة علي. سعادة السيد علي في نشرة الأخبار. طبعا للبداية نتحدث اليوم عن المضامين، مضامين كلمة البحرين التي ألقاها طبعا سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نيابة عن جلالة الملك المعظم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. طبعا بداية مساء الخير، وانتهز هذه الفرصة لمسي بالخير عليك وعلى السيدات والسادة المشاهدين. وبداية طبعا سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر ألقى اليوم كلمة البحرين وكلمة سيدي بالنيابة عن سيدي حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، وهي كلمة البحرين. البحرين اليوم تحدثت أمام الجمعية العامة، البحرين اليوم تحدثت أمام قادة وشعوب العالم وأبدت وجهة نظرها في ملفات مهمة. طبعا هذه الكلمة هي كلمة تاريخية تضمنت مضامين عديدة. سيدي سمو ولي العهد حرص أن تبدأ الكلمة بتذكير قادة دول العالم بحقبة قبل 8 عقود، لماذا تم تأسيس هذه المنظمة، هذا الكيان الجامع، في حقبة غير مسبوقة من التحديات ومن الكوارث الإنسانية، وأيضا على الآليات التي تم إنشاء هذه المنظمة عليها والمبادرات التي كانت في تلك الفترة معنية بصياغة وإنفاذ القانون الدولي، بمواصلة دعم العمل الدبلوماسي بقوات حفظ السلام، بالاستثمار في التنمية وغيرها. نعم. وكيف استطاعت هذه المنظمة عبر هذه العقود، وكيف كان هناك تحديات جديدة أصبح لزاما على قادة وشعوب العالم بأن تكون هناك جهود، وعبر سيدي سمو العهد عن دعم البحرين لهذه الجهود التي يعني التي ترمي إلى إصلاح الأمم المتحدة لتساعدها على مواجهة هذه التحديات التي اختلفت. هناك ظروف جيوسياسية، هناك تحديات يعني غير مسبوقة، تحديات أكثر تعقيدا، تحديات يعني جزء منها لم يكن موجود في تلك الحقبة. هذا أعتقد محطة تاريخية في هذه الكلمة، وجملة هذه التحديات، التحديات البيئية والصحية وغيرها. محطة مهمة كذلك في هذه الكلمة الحكيمة والتي ألقاها سيدي سمو ولي العهد برصانة وبحكمة، وقد وجدنا بأن كل قادة وشعوب العالم ينصتون إلى هذه الكلمة، وردود الفعل يعني في الوقت القصير كانت طبعا كما هو متوقع إيجابية. محطة مهمة في هذه الكلمة هي أن الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن هي تعزيز السلام، وأننا يجب أن نتوافق جميعا أن السلام هو الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن ولتحقيق الازدهار ولتحقيق أيضا تطور هذه الشعوب. في هذه الكلمة أعتقد أيضا هناك العديد من المحطات المهمة، المحطات التاريخية. الكلمة إن شئتي هي أشبه بخارطة الطريق إلى الأمم المتحدة لكي تستطيع أن تحقق أهدافها ولكي تستطيع أن تعزز من الأمن والسلم الدوليين. أيضا كان حريص سمو ولي العهد في هذه الكلمة أن يعبر عن شخصية البحرين التاريخية الحضارية الثقافية الجامعة، وأن يتحدث عن دور البحرين كذلك باعتبار أن لها دور كذلك في تعزيز مبادرات مهمة على صعيد العالم. وأعتقد بأن الإشارة بكل أمانة إلى إنشاء جائزة دولية، جائزة الملك حمد للتعايش السلمي، وإلى دعوة البحرين من خلال ترأسها إلى يعني إلى جامع إلى اجتماع جامع الدول العربية على مستوى القمة، ودعوتها إلى أن يكون هناك مؤتمر دولي للسلام والشرق في الشرق الأوسط. هذه الكلمة الجامعة أيضا بينت بأن الدول التي لم تلتزم بمبدأ الخيار أو بمبدأ وخيار السلام التي انتهجت يعني نهج فردي، يعني أثر ذلك كذلك هذا النهج الفردي على تعزيز السلام العالمي. لم يغب عن الكلمة كذلك القضية الرئيسية، القضية العربية الرئيسية، وهي قضية فلسطين وحرص مملكة البحرين على وقف أطلاق النار وأطلاق الرهائن. لم يغب عن الكلمة كذلك أن تتحدث عن أمر أعتقد مهم، ويمكن يعني ما يحضرني من هذه الكلمة أن سمو ولي العهد قد بين في هذه الكلمة بأننا لا نستطيع أن نبني ونطور بالأحلام، لا نستطيع أن نقوم بذلك جدا. يجب أن نقوم أن يكون ذلك قائما ليس بالأحلام وبالآمال، ولكنه قائما على وجود مؤسسات قوية، أن يكون هناك دعم قوي لهذه المؤسسات، أن يكون هناك تحقيق للأمن وغيرها من المبادرات المهمة. سيد علي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تكلم أيضا عن يعني منهج التعددية
يجب أن يكون هناك هذا العالم يتبع هذه المنهجية التي سوف تؤدي بالتالي إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وأن تكون هناك جهود، يعني جهود دولية موحدة ليست جهود فردية أو جهود صحيح ثنائية. صحيح، وأعطى مثالا على الاتفاق الثنائي الذي عقد بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، باعتباره ليس مقتصرا فقط على البحرين والولايات المتحدة ولكنه خيار لمنهجية جديدة. نعم. كذلك الكلمة يعني اختتمت بأن هناك أمانة على عاتقنا جميعا للأجيال القادمة، وهذه لفتة كريمة بأن ما سنقوم به اليوم، ما سنحققه اليوم، سيجنيه يعني ستجنيه الأجيال القادمة، وهي أمانة تاريخية. نعم بالطبع. وبالتالي مرة أخرى أعتقد بأن هذه الكلمة وبحقها خارطة طريق، وما شهدناه يعني بصراحة في فترة بسيطة من ارتياح ومن يعني إشارات إيجابية من كل دول العالم بهذه الكلمة. سمو العهد أشار أيضا إلى في كلمته إلى يجب أن يكون هناك إصلاح لأجهزة الأمم المتحدة. نعم. حتى تتناسق. نعم. وتتناسب مع التحديات الراهنة التي يواجهها العالم. صحيح، وربط ذلك بمكن ما بدأت في بداية يعني هذا اللقاء بأننا الأمم المتحدة نفسها عندما تم إنشاءها كان هناك تحديات، ولكن هذه التحديات اختلفت، يعني هناك تحديات جيوسياسية جديدة، هناك تحديات يعني العالم الآن في ثورة رقمية وغيرها. نعم. وأن هذه التحديات تفرض على الأمم المتحدة أن أيضا هي يتم هناك مراجعة وجهود البحرين طبعا يعني من الدول المؤيدة لها لإصلاح هذه الأمم المتحدة، وأن يكون لا يقتصر الإصلاح فقط على المتحدة ولكن على جميع الوكالات التابعة لها بما في ذلك مجلس الأمن. نعم، نبقى في هذا الإطار، حيث لو تتحدث عن يعني أهمية هذه الاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مناقشة كافة التحديات والملفات التي تهم العالم بأجمع. بطبيعة الحال الجمعية العامة للأمم المتحدة هي القلب النابض لهذه المنظمة القديمة، هي الجهاز الذي يعني يضم كل دول العالم. نعم. هو كذلك الكيان الذي يصوت فيه كل الدول الأعضاء صوت لكل دولة، هو الكيان الذي يتناول جميع القرارات على المستوى الاستراتيجي في ملفات مهمة على مستوى العالم، من أمنية، من اقتصادية، من قانونية، من اجتماعية وغيرها. وبالتالي تكون دائما اجتماعات الأمم المتحدة هي المطبخ الذي يعني يتم من خلاله ابتداء مناقشة المبادرات ثم أقرارها، وبعد ذلك تذهب إلى باقي الأجهزة. البحرين في سياستها الخارجية كانت وما تزال دائما حريصة على أن يكون لها دور ريادي، ليس فقط باعتبارها من الدول التي يعني التي هي ضالعة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ولكن أيضا لأن البحرين بها قائد حكيم. نعم. سيدي حضرة صاحب الجلالة دشن مشروعه الإصلاحي ووضع رؤية، هذه الرؤية نقلت يعني السياسة الخارجية إلى مملكة البحرين نقلة كبيرة. كذلك الاحترام الذي يحظى به سيدي صاحب الجلالة، مثل ما تعرفين بأن العلاقات الدولية هي تبنى على التحالفات، ولكنها كذلك ما يتم أيضا بنائها على العلاقة يعني والخبرات. نعم. السارة والعلاقات الطيبة بين قادة دول العالم. سيدي حضرة صاحب الجلالة يحظى باحترام كبير بين أشقائه من قادة دول العالم، ودائما مبادرات سيدي صاحب الجلالة تنال قبول قادة دول العالم، وبالتالي هذا الأمر جعل للبحرين دور مركزي ليس فقط إقليمي ولكن دولي. وبالتالي تجدين بأن مملكة البحرين يعني على سبيل المثال عندما ترأست الجمعية العامة، مملكة البحرين عندما أيضا يعني دخلت في موضوع مجلس الأمن، في خلال هذه الحقبة وفي خلال هذه الفترة كان هناك مبادرات عديدة. وغير ذلك أيضا نجد بأن هناك دائما حراك دبلوماسي. نعم. لمملكة البحرين سواء وصل أو يعني في خضم المبادرات على مستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، يعني تجدين أن هناك الكثير من المبادرات، أما البحرين هي من طرحتها ابتداء أو هي من أيدتها وطورت منها كذلك. نعم، في ختام هذا اللقاء أشكر سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك. شكرا لك على هذه الاستضافة. شكرا.